اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من حقك بايدك اللي رح نحكي فيها بالجزء الثاني عن الاستحقاق الانتخابي مع مدير مكتب الاحصاء والتوثيق الاختصاصي بالشان الانتخابي كمال فغالي. ولكن واستكمالا لحلقه سابقه كنا استعرضنا خلال الاشكالات العقاريه بعدد كبير من المناطق اللبنانيه وابرزها بمنطقه جرد جبال واللي كان اخر فصولها التعدي اللي صار الشهر الماضي بمنطقة شاوية الغابات أفقع. خصصنا الجزء الأول من الحلقة لنحكي عن هالمنطقة بجهود جبال والمعروفة بجبة المنيطرة وأبرز المحطات بتاريخها، ملكية الأراضي ومرجعيتها تاريخيا وصولا إلى الأمر الواقع حاليا. ومعي بالاستوديو مختار بلدة الغابات ريمو أرقفي، أهلا وسهلا فيك، ودكتور روني خليل رئيس لجنة التراث والممتلكات بالأبرشية جونية، أهلا وسهلا فيك. تمام، مساء الخير دكتور روني. بداية، كل فترة تعودنا اليوم انه قضية التعديات على الأراضي والخلافات العقارية ترجع هيك بتفوش على سطح ما بيقولوا سطح المي، او انه على الى الواجهة، بتبين على الواجهة، وبنرجع من فترة لفترة دايما عنا هيدي الإشكالية مطروحة وعلى طول عم بيصير في إشكالات، وخصوصي مثل ما قلنا بمنطقة جرود جبال، ويبدو انه كانه ما في حل لهيدا الموضوع يلي صار له كثير زمان، صار في عنا يعني مثل حاله مزمنه، وكانه ما في حل الا بالسياسه، يكون الحل سياسي بهيدا الموضوع او تسويه معينه. يمكن نحن بدايه نتمنى انه هذا الملف يضل ضمن اطاره الاداري المدني. نعم. يعني مع القضاء. لانه بالنهايه المجتمع فوق المجتمع المحلي أكان بكل طوائفه، المسيحيين أم المسلمين، نحن في قواسم مشتركة وفي عادات وفي تقاليد وفي وحدة حال مثل ما بنقول نحن بالدارج، وفي علاقات حسن طيبة وجوار وغيرها، لأنه هالمنطقة حقيقة هي تاريخيا مهد، إذا بدي أقول المسيحية والمارونية تحديدا، وهلا بنحكي شوي، وكذلك الشيعة كذلك. نحن أبناء هذه المناطق بمنطقة جبة المنيطرة عموما، بنتمنى أنه ما يكون الملف خارج مثل ما قلت الإطار المدني أو الإطار الإداري. إداري، بس خلينا أول شيء نرجع نعرف جبة المنيطرة من أي مناطق، أي بلدات بتضم؟ نعم. اليوم جبة المنيطرة بتضم حاليا البلدات بدءا من قهمز أو باللغة المحكية أمز، وصولا إلى العقورة. نعم. أما تاريخيا كانت توصل أكثر، كانت توصل حتى لساحل، لبعض المناطق الساحلية من منطقة جبيل. نعم. بتضم الغابات كمان. طبعا طبعا. وليسا. يعني إحنا عم نحكي ليسا، الغابات، أفقا، سرعيطة. نعم. المزاريب، في ضيعة كمان اسمها المنيطرة. نعم. في عنا العقورة، المجدل، ينوح، المغيري، هيدي كلها ضمن منطقة أو تسمية جبة المنيطرة، وهالتسمية هيدي تاريخيا قديمة تعود إلى قرون من الزمن، وتفسيرها هي التجويف، لأنه هي حقيقة بشكل نصف دائري، وأيضا باللغة اليونانية هي مونستاريوم أو مونستاريوم نسبة إلى دير، لأنه كان فيها دير قديم أصبح اليوم بقايا. هلأ كمان بنحكي شوي عن أبرز المعالم الأثرية بمنطقتنا. نعم. فهيدا اذا عم نحكي تاريخيا التسميه، وحتى عباره جبه المنيطره، الجبه كمان هي عباره كمان تعني جبه الكاهن او رجل الدين بالاحرى، مش بس الكاهن، يلي كمان هي بشكل نصف دائري، لانه هالمناطق هيدي يلي ذكرناها هي بلحف الجبل او بسفحه يلي بيحوطها الجبال من جميع من الجهات، من ظهر المناطق هيدي. فهل هالتسمية هيدي تاريخيا قديمة، وكانت الموطن الأساسي أيضا لإبراهيم القرشي يلي على اسمه تسمى نهر إبراهيم بالقرن السابع، وكان في حملة تبشير بالديانة المسيحية. فمثل ما قلنا هي مهد المجتمعات المسيحية المارونية تحديدا، وكذلك الشيعية كمان. هلا بنحكي لأنه كيف التوزيع، خبرنا عن تواجد الديموغرافي فوق بداية، أولا كيف بداية بلشت؟ نعم، نحن حكينا إذا بدنا ناخذ نحن الحقبة أو الوجود المسيحي. نعم. بلشنا مع مثل ما قلنا الراهب إبراهيم القرشي، اثنين كانت هي جبة المنيطرة مع جبة بشري مع البترون، هن ثلاث مناطق أساسية وثلاث مناطق الأم إذا بدنا نقول بالانتشار الماروني.
هن الأساس. اثنين، في عنا بهالمنطقة هيدي كمان تاريخيا بالقرن الثامن ميلادي صار في عنا ثورة اسمها ثورة المنيطرة، كمان تاريخيا مشهورة، كانت بمسعى من أبناء المنطقة تحديدا المسيحيين، لأنه كان في عنا ظلم من الدولة العباسية، وظلم الدولة العباسية لم يطل فقط المسيحيين إنما حتى فئات عديدة. لسبب بفترتها كمان الإمام الأوزاعي يلي اليوم المنطقة على اسمه كان هو من الأشخاص يلي عارض هذه السياسة الظالمة بحق الأهلين. نعم. فهذه الثورة انطلقت ووصلت إلى البقاع، وبالبقاع قدرت الدولة العباسية تقمع هذه الثورة وتنهي التمرد هيدا عليها. اثنين، في عنا بهالمنطقة أيضا الكرسي بطريركي بيانوح يلي ضل 500 سنة، خمس قرون، من 750 لأواسط القرن الثالث عشر لل 1277 تحديدا. في عنا 23 بطريرك مدفونين بكرسي أو مقر يانوح البطريركي يلي للأسف اليوم يعاني شوي من بعض الأهمال، يعني في ترميم بفترة من الفترات المؤخرة بالكنيسة وغيرها، ولكن حقيقة بحاجة لورشة ترميم أكثر، لأنه هذا المقر تاريخي وأثري، ومثل ما قلنا كمان له رمزية دينية أيضا مهمة. أيضا من المحطات المهمة أنه كانت أبرشية أو أسقفية، أسقفية المنيطرة أحيانا يسموها العقورة لأنه هي ذاتها، وهذه الأسقفية أيضا لعبت دور تكاملي مع المقر البطريركي بيانوح، يعني هي كانت إذا بدنا نقول الظهر كمان له، لأنه هي بالمقدمة تبع المنطقة، وكمان كانت هذه الأسقفية من الأسقفيات الأولى في تاريخ الأسقفيات المحلية بلبنان، وتقريبا بطلت موجودة قبيل المجمع اللبناني بال 1736. نعم. كان عندنا كمان دير بمنطقة المنيطرة، اليوم أصبح في منه بقايا نتيجة الغزوات والظروف الزمنية. إذا بدنا نرجع نحكي عن توزيع كيف كان عم بيصير، يعني التواجد المسيحي كان بكل جبهة المنيطرة فقط؟ صحيح. كان يعني كانوا فقط مسيحيين فيها ولا كانوا مع الشيعة؟ نعم. مع الشيعة، لأنه أيضا أبناء المذهب الشيعي بدأوا بالاستيطان بهذه المنطقة بدءا من الفتح الإسلامي تقريبا بالقرن السابع. نعم. كمان، وكان في عنا بالفترة العباسية كانوا بنفس البلدة موجودين شيعة ومسيحيين أو لا مقسومين بلدات هيك بلدات هيك. حسب، يعني في بلدات كانت مختلطة، في بلدات لا. نعم. وعادة البلدات يلي بعد صرف أكان مسيحية أم شيعية تقريبا بعد على تقريبا كيانة، ولكن أكترية البلدات كانت مختلطة. وتقلي شغلي أنه الشيعة كما المسيحيين لم يكونوا بهيدي الفترة أبناء سلطة، يعني مثل مشان هيك اختاروا المناطق الجبلية النائية البعيدة عن الساحل. نعم. يلي هي مناطق الحكم أو النفوذ عادة الإسلامي، إذا عم نحكي المماليك، عم نحكي العباسيين، عم نحكي السلطنة العثمانية فيما بعد، كل هيدي المحطات أو الحقبات التاريخية لم يكن الشيعي فيها هو بالسلطة. نعم. لهالسبب كان في عنا كمان حركة تشيع. نعم. وحركة بنسميها نحن إسكان للمناطق، يعني أوتي بقبائل شيعية من العراق، من اليمن، حتى من دول عديدة أو أقاليم عديدة، وسكنت في هذه المناطق بدءا من المناطق الجبلية من الجنوب، جبل عامل مثلا، وصولا إلى جبيل وأبعد كذلك. نعم. هني طب وشو صار بعدين؟ يعني مين اللي باع أول شيء وكيف صارت؟ يلي صار إنه بالقرن السابع عشر تحديدا بال 1660 يلي كانت المنطقة فوق بحكم تحت ظل حكم آل حمادي، كانوا هني حكام المديرية أو المقاطعة، مقاطعة المنيطرة. نعم. كان في عنا اولا خلافات بحزبين، قيسي يمني، واثنين كان في عنا خلافات بين آل حمادي وبين السلطنة العثمانية او اركان من السلطنة العثمانية. نتيجة هذه الخلافات جرت حملة الى المنطقة فوق، وتم هدم قصور واماكن السلطة لآل حمادي، وبالتالي قسم كبير منهم انقتل
تهجر، وكذلك الأمر بدأ النزوح الشيعي إلى مناطق بقاعية من وقتها، لأنه نحن بهذه المنطقة على كمان خط أو على طريق كانت تسمى قديما طريق القوافل، ليه؟ لأنه هذه منطقة خصبة أولا بالمياه، واثنين بالموقع الاستراتيجي، وثلاثة كمان بالأرض، لأنه هذه المنطقة هلا بنحكي كمان عن خصائصها الجغرافية والبيئية، كانت الطرق القوافل تمرق محل ما يكون في عنا منابع مياه مثل ما عندنا فوق بالمناطق من نبع أفقى لرويس لنبع الحديد وغيرها، منطقة كتير غنية، وتكمل إلى منطقة البقاع، وقوافل التجارة كانت توصل لفوق. نعم. فصار في عنا هذا النزوح إلى مناطق بقاعية، منشان هيك في عنا ضياع اليوم، أو في عنا عائلات كمان متشابهة، يعني بس نحكي مثلا عائلة المقداد في عنا بمنطقتنا جبة المنيطرة، كما وأنه في المقداد بمناطق بقاعية عديدة، أو زعيتر أو شمس وغيرها. فنتيجة هذا النزوح صار في تملك من عائلات مسيحية، أو كمان مرجعيات مثل ما بنحكي، رح نحكي هلا عن تملك المطرانية بعلبك كان اسمها، يلي هي اليوم الأبرشية البطريركية منطقة جوني، تملكت قسم كتير كبير من الأملاك بليسا، هن باعوا يعني باعوا تملكت عبر الشراء. كيف كانت تتم عملية البيع والشراء؟ في وثائق بتثبت هذا الأمر وموجودة، واثنين في عندنا كمان السجلات العثمانية يلي كمان في مختومة بطغرة أو بإمضاء عثماني، كلها موجودة بعدها. كلها موجودة صحيح. وفي عندنا كمان مدرسة مار عبدة هرهرية كمان تملكت ملايين الأمتار كذلك الأمر. في عندنا دير سيدة الحقلي، وفي عندنا أملاك خاصة كمان، يعني الناس من الأبناء المناطق المحلية مختارة مول. يعني اليوم كيف كانت تتم عملية بيع أراضي غير ممسوحة بموجب علم وخبر؟ شو يعني علم وخبر؟ أوكي، بس بدي زيد شوي على دكتور روني. المطراني وحنا الحاج وقت اشترى ليسا ما كان معه مصاري، عندي وثائق بتدل كيف تدين مصاري من المرسلين اللبنانيين من غسطة. ما كان في شيء اسمه مرسلين لبنانيين بجوني، لأن الأبوتر كانوا جايين من فرنسا على غسطة، بيبعد ابن أخته المطران الخوري يوحنا مراد بيعطيه ورقة بيقول له روح تدين منه مصاري، بيت حمادي عم ببيعه بليسا وبتشتري. هيدي البداية. هيدي صارت بعهد أو نظام المتصرفية. نظام المتصرفية اللي حكم لبنان 1861 ل 1918 صح؟ على أيام الأتراك كانت الحجة اللي اسمها صك بيع كان يسموها طابو. طابو هي كلمة جاية من اليونانية يستعملوها الأتراك، اللي هي بيع وشراء. نعم. بعدين على أيام المتصرفية مش شيء اسمه الحجة. الحجة كانوا كل ما اجتمعوا اثنين أو ثلاثة يقرروا أنا بدي أشتري من شخص، الثالث هو الشاهد، ينكتب ورقة ويشهد عليها تتورخ وتعطى للشاري دون الرجوع على البيت ليجيبوا الورقة اللي بتملكهم. يعني كان في نوع من ثقة أو يعتبروا هاي الورقة قائمة غيرها لا. أنا عندي وثائق وعندي أراضي بيملكها مرحوم جدي بقفة مباعة لناس من جيراني من أهلي بيت زعيتر. مرحوم بيي وقت اللي توفى حطت لي اياهم بمغلف وكاتب لي علي انه هودي نحن بايعينهم ما طالب فيهم. تصوري قد كان في ثقه وقديش كان في اشخاص مستقيمين. هيدي عم تعمل مشكله اليوم مع جيرانه. يعني عم يجي شخص بيلاقي ورقه ببيته، اوف انا عندي ارض. المشكله ما عم يجي يسال اذا هالارض بعدها لإلي او مباعه. هون انا بلومه انه ابيك ما طالب فيها، جدك ما ورط لبيك ولعمومتك. طيب كيف ممكن تجي انت اليوم تقول هاي الارض لإلك؟ لو بتجي بتسالني بتسال جارك، هيدا الجار اللي هو خيك وفي تاريخ بيربط علاقتنا سوا، ومنشوف اذا الى اساس اذا الارض مباعه اما لا بعد لإلك،
وإذا صار خلاف منروح للمحكمة المختصة وتثبت ملكيتك وأنا معك وحدك. الطريقة اللي عم بتصير التعدي، يعني بيجي بوضع ايدي بالقوة، بجيب مكنة، ببلش بالشغل، بشيل، بحط، ما بسأل لا على جاري ولا على الدولة، ما عم بستعمل اي طريقة قانونية. هيدي عملت دعاية للخارج، خارج المنطقة، ومش صحيح. مش كل اهالي المنطقة معتدين، مش كل اهالي الغابات اوادم، خليني اقولها، ومش كل اهالي افقى زعران. ولكن قصة الأراضي نحن عنا مشكلة خفيفة، تعديت على الملكيات، ما عنا هالمشكلة الكبيرة، يعني عدت أي أراض. المشكلة الأكبر هي الانفصال، حدود هالضيعتين. هلأ وصلنا السنة، بشكر الله وبحمده، نحن كل أسبوع عنا اجتماع برعاية قيادة الجيش اللبناني. نعم. عم تجمع الفريقين، عم نجمع وراء، عنا محامين، عم نحكي قانون. بتأمل خير وإن شاء الله خير. هذا الموضوع ما بدي أحكي فيه كتير لأنه ماشي بالطريق الصحيح إن شاء الله. أما التعديات بالنتيجة ما عنا إلا القضاء. صحيح القضاء محلات بيقصر، محلات بيطول، بس مجبور. أنا لبناني أؤمن بالقضاء. بعدين القضاء اللبناني كتير عادل، بيصير دعوة في محكمة بدائية، اللي بيخسر له حق يستأنف. أول محكمة مؤلفة من قضاء وقضاء قاضي واحد، ثاني محكمة من قضاة اثنين، اللي حق ميز بروح على محكمة فيها 4 أو 5 قضاة، اتميز انه حقي محفوظ. بقى هاي الطريقة من الأسف ما عم بتصير. هون بدي بس بارح المساء صديقي الدكتور فارس سعيد، كنت بالصدفة عم بحضر تلفزيون، وكان معه الأستاذ سيمو أبي رميا، وطرق لموضوع وكأنه جاي هاجم هاجم هاجم. بالنتيجة أنا وقت عملت مختار احتراما لأهل ضيعتي، تجرت من كل ميولي الحزبية. أنا انتخبت لأكون لمختار لكل الضيعة. أنا صداقتي بتمد على الكل، خصوصي دكتور فارس. بس كتير كتير تزعجت لما بيحمل ميشيل عون بدون ما يقول فخامة الرئيس أو الجنرال مسؤولية عدم مساحة 150 مليون متر بجبال. كتير انزعجت، حملوا الوضع الاقتصادي وانهيار الليرة و و و و كل شيء ميشيل عون عملهم. دكتور فارس سعيد ابن بيت عمره أكثر من 150 سنة، جده كان دكتور، وجده عنده خدمات ممتدة بكل المنطقة. أبوه كان نائب دكتور أنطوان، أمه كانت نائبة ست نهاد سعيد، مين ما بيعرفها. بحب أقول له لدكتور فارس، وقت اللي بلشنا بالعلم وخبر بلشنا بسنة 30، لأنه ب28 أول مختار إجا بلبنان. سنة 30 الفرنسيين عطيونا علم وخبر، ترجمناه للعربية وهيدا هو. ومؤرخ رقم 12 تاريخ 28/2/1930، نعم، ميشيل عون اللي عم يحكي عنه ما كان خلعان. أنا عندي اعتراضات، أنا عم بحكي ضميري، عم بحكي الواقع. أنا بدي أقول هون إن إحنا الحلقة محضرينها من قبل، يعني إحنا مش اليوم رداً على أي شيء ثائبت. بس يعني معلش بيسمح لي فيها، بيعرف محبته عندي. سنة 34 ميشيل عون ما كان خلق، كان في تعدي على الأراضي فوق، وفي شكاوى وفي رسائل بين البطريركية وبين الأديار وبين العالم وإلى آخره. ميشيل عون منه مدير شؤون عقارية ولنه وزير مالية. ميشيل عون رئيس لبنان، فخامة الرئيس. مش ميشيل عون مسؤول عن هالشي. إذا 150 مليون متر مش ممسوحين بجبال، هذا ما بيعني بمسح جبال بس، تلتين مساحة لبنان مسحت على أيام الفرنسيين، التلت مسحته الدولة اللبنانية. معلش تفضل دكتور فارس، من سنة 43 لليوم كلهم مسؤولين، كلهم مسؤولين، بس ما تتوجه لشخص وهالشخص تحمله مسؤولية. هيدا الشخص بالزيت أنا كلفت من قبله بال2007 بحل مشاكل بليسا، وتوصلت مع سيادة المطران لحل، وفتت بموضوع نقاش مع جيراني،
وكنا وصلنا لنتيجة كان بقيادة ميشيل عون الجنرال اللي هو بسميه ميشيل عون، وكان معي الأستاذ سيمو أبيراميا ما كان نايب، كلفنا سوا ونجح ونجحنا، ولكن وصلنا لمحل كل شيء تخربط، لأنه في ناس ما بدها تكفي بالملف، في ناس ما بدها دولة، في ناس ما بدها قانون، في ناس ما بتحب تعيش بنظام. أوكي، مشكلة كبيرة عم نحلها تحت رعاية الجيش اللبناني، وإن شاء الله رح نوصل لحل، لأنه الوحيد اللي ما عنده مصلحة منه مرشح على انتخابات ولا عنده أي مصلحة تانية هو الجيش اللبناني يلي هو حامل جميع وميظلي على رأسنا كلنا سوا. نعم، بس يعني مختاري اللي وصل الحالي لهون اليوم انه هي نحن كمان في اراضي منا ممسوحه، في يكون في عليها يعني هون اشكاليه لانه منا ممسوحه، وهيدا العلم وخبر ما شرحت لنا اياه، هو لحتى بس شوي نوضح للناس اللي ما بتعرف. هو بدايه المشكل الطريقه اللي بيعطى فيها العلم وخبر اللي المختار بيقدر يعطيه، بيوقعوا المختار. نعم، وبينقل ملكيه من شخص لشخص، لازم يكون مستند على ملكيه سابقه. الملكية السابقة لازم تكون الأصلية، مش ورقة كوبي أو شيء، مع خريطة. يعني أنا إلي 6 سنين مختار، بيجيني واحد بده يشتري، بلو روح جيب مساح محلف وعنده رقم بنقاب التوبوغراف، بيحدد العيار، بجيب الملاك المجاورين بيوافقوا وبيمضوا، أنا بصدي على أمضاءهم كونهم وقعوا أمامي، برفقوا بالعلم وخبر السابق أو بالحجة اللي هي، وأنا بستعمل خبرتي لأنه بعرف ابن الضيعة أنه هي العيار مزبوط، وبقول هذا العلم وخبر جزء لا يتجزأ من الخريطة ومن العلم وخبر السابق المعطى بتاريخ كذا تحت رقم كذا. شو اللي عم بيصير؟ هيدا ما عم بيصير مع الأسف عند كل المخاتير، ما عم بيصير. هيدا العلم وخبر بيتغير فيه كلمة أو كلمتين، بيروح سنين بالمحكمة ليبين إذا صحيح أو مزور أو مش صحيح. أصلاً المشكلة كلها لأنه أراضي غير ممسوحة. نحن بحاجة ماسة للمساحة لثبت حق كل إنسان بالمساحة، بصير في عندك مرجع رسمي بالدولة اللبنانية. بس قادر اليوم تعمل مساحة بظل كل هالضياع والخلاف، قادر يعني ترضي الكل أو تعطي الكل تعطي اللي عنده حق حقه؟ الحرب اللبنانية بلشت بال75 وانتهت بال90، قديش خسرنا شباب وقديه راح دمار وقتلة وكذا، انتهت بلا غالب ولا مغلوب. نعم، ما حدا بلبنان أقوى من حدا، لازم نعترف كلنا عنا نفس القوة، ولكن القوة الأعظم لازم تكون للقانون. لما بنلتجي للدولة وللقانون ناخد حقنا بالقانون، ناخد حقنا بيكون بالقانون، حقنا بإيدنا بس ناخده بالقانون. ما تتصوري قديش مهمة لما بنلتجي للقانون وللدولة وللقضاء ونعيش بمحبة وسلام بين بعض، كنا منوفر على حالنا مشاكل كثيرة. دكتور روني، إذا بدنا نرجع نحكي شوي، يعني كنا حكينا عن ملكية الأراضي ومرجعيتها، بس وصلنا لمطرح اليوم رجعوا اشتروا كمان، اجوا الاخوان الشيعة رجعوا اشتروا كمان من الاخوان المسيحيين من بعد ما بيعون وبيعوا البتركية، ما هيك؟ بدنا نفصل بين موضوعين. في عنا املاك مثل ما قلنا خاصة، يلي هو في ناس عندها ملكيات صحيح تاريخية من الطرفين، من الشيعة ومن المسيحيين، وفي ملكيات هيدي متنازع عليها. نعم، بدأ التنازع من القرن 19 كمان، لأنه المساحة أول مرة المساحة صارت بلبنان بال1864. نعم، بفترتها نحن كنا بعد المطرانية عم تتملك. إذا بدنا نحكي بليسة مثلا، مطرانية بعلبك كان اسمها لأنه توصل حدودها لبعلبك، بدأ التملك بال1800، وهو المطران يوحنا الحاج بدأ بعهده ال61، من بعدها بكم سنة بلش يتملك، وبنى بال1869 بدأ بتشييد دار المطرانية يلي بعدها لحد اليوم هي المقر الصيفي لمطرانية جوني المارونية. نعم، وحتى في عنا كنيسة فوق، كنيسة السيدة، كذلك الأمر بال1890 كل هذه وثائق مؤكدة موجودة. أقسم حلف اليمين لما انتخب بطريرك يوحنا الحاج بهذه الكنيسة ب21 حزيران 1890. نعم، يعني هذه كلها إثباتات ما في جدل عليها. كنيسة سيدة النجا. سيدة النجا.
كمان بعدها لحد اليوم موجودة قائمة، وكمان كانت موضوع خلاف بفترة من الفترات. هذا إذا عم نحكي بملكية ليسا. بملكية أفقة كانت تاريخيا أيضا بالقرن التاسع عشر وما بعده، وفي كمان وثائق بتأكد أنه هي تعود إلى قسم كتير كبير منها، إلى مدرسة مر عبدة هرهرية. كذلك الأمر إذا منروح لمناطق أخرى من خلينا نقول رقرية أو غيرها، كذلك الأمر في ملكيات كثيرة مثل ما قلنا أكتريتها الملكيات الكبيرة كانت لأديرة أو مؤسسات دينية. هلأ يلي صار معظم هذه الأراضي 90% منها اشتريت، تملكتها المؤسسات عبر الشراء، وفي حجج وفي إثباتات وفي وثائق. إذا فينا نشوف شو بدك نشوف يعني إذا فينا نشوف الوثائق يلي هن ما بعرف إذا عم يبرقوا عم نشوفون، بس قلنا نعم. إياها بدك في عنا وثيقة بخط البطريرك يوحنا الحاج بال 1892 أو 93، هيدي بيثبت فيها يحيى هيدي ملكية المطرانية، مطرانية بعلبك كان اسمها وقتها. لا في عنا بأفقة، في عنا بليسة، في عنا قرقرية، في بمناطق كثيرة غيرها. مثل ما قبل شوي قال المختار كان في كمان تعاون بينه وبين جمعية المرسلين لأبوت. هيدي وثيقة بال 1893 بخط البطريرك يوحنا الحاج. شو بتقول؟ بتقول خلينا نقراها باختصار. كنت مطران على أبرشية، ثاني سطر على أبرشية بعلبك الكائنة فوق المشترات يعني من العقارات ضمن الأبرشية المذكورة، وهي أولا جميع الأملاك المعروفة في قرية ليسا من أراضي سليخ، وسليخ بمعنى في عدة أنواع من الأراضي، وطوط وأحراش وأبنية وكل ما تشتمل عليه. إضافة كمان في عنا بمنطقة شاوية أو الشاوية بنوع خاص كمان بليسا بأفقة بقرقرية. يعني هيدي تؤكد الأملاك اللي اشتراها حين كان مطران. تتعدى 5 ملايين متر، اكثر تقريبا ب 7 او 8 ملايين متر من الاراضي يلي تعود الى مطرانيه بعلبك. يلي صارت مطرانيه جوني واليوم هي نيابه بطريركية. في عندنا وثيقه ثانيه كمان خلينا نشوفها كمان. اي وثيقه؟ اي وحده بس تنعرض. نعم هيدي كمان ب لمدرسه مار عبده هرهرية بال 1872، بتاكد كمان مضيه من بعض اهالي بلده أفقة انه هن باعوا مدرسه مار عبده هرهرية قسم من الاملاك او من الاراضي. طب يعني هون بهيدي الحاله، طب هودا الوثائق ما فيها تكون وثائق قديمه ونعمل مثلا وثائق جديده رجعوا ما بعرف انه اشتروا فيها هن او هيك؟ انه اولا هيدي شو حجتهم هن؟ هي هيدي نموذج من الوثائق، في عشرات الوثائق يلي ضمن هذا السياق، لانه هيدي الاملاك بعد منا ممسوحه، لانه وقفت المساحه، ما صار مساحه فوق من صحيح. اول ما انطلقت المساحه بال 64 بال 1864 بس هن ما عندهم وثائق ثانيه بتعزز موقفه. لا ما في يعني المعطيات اللي بين ايدينا، انه يلي بين ايدينا هيدي الوثائق اللي موجوده. فمنشان هيك هلا في اذا بدنا نقول نوع من وضع اليد بالممارسة او باستثمار الارض او بشراكة. هيدي كمان وثيقة ثالثة كمان مر عبده هرهرية كمان بال 1887، كمان بتأكد ملكية الدير لبعض الاملاك بمنطقة كمان افقة. نحن مثل ما قلنا الموضوع نتمنى انه يدل ضمن القضاء، يعني ياخذ اطاره القانوني والاداري وينتهي، لانه عم يتفاعل دائما. نعم. وكمان ما في يعني بالنهايه ما حدا رح يطلع، ما في ربحان بالنهايه اذا ظل هيدا الجدل وهذا الملف على التواتر وعلى المزايدات. لا بالمجال السياسي رح نوصل لخواتيم سعيده فيه، ولا بالمجال الاجتماعي. يعني كمان نحن ابدا منا عمليه تشنج بين صحيح فئتين، مش حلوة ابدا بين الجيران. يعني بالاخر ما حدا بده يترك ارضه. يعني اليوم صحيح في عندكم اي تصور انه معقول تتركوا ارضكم اليوم؟ بس خليني كافي بموضوع أفا. هي تجددت الوثائق ب 1910. نعم عام 1910 زحلت
الأرض. بنظام المتصرفية كانوا يفرضوا ضرائب على أصحاب الأراضي. بيتكلف لجنة وبتطلع على أفا، في معهم من أهالي أفا ناس ورئيس مدرسة مير عبدة، وبيعيدوا قسمة الأرض. وفي أكترية الناس السكان اللي كانوا موجودين ماضيين وموافقين إنه على هذه القسمة وهي الأرض لمين. في وثائق موجودة. ونعمل دفترين، دفتر سموه دفتر المتاولة اللي هو دفتر شمسي رقم 2، عددت أملاكهم وانحفظت حقوقهم وبرضاهم طبعا، ونعمل دفتر ثاني اللي هو أملاك المسيحيين بضم أراضي المسيحيين. يعني نقلنا من 1800 ل 1911 بالضبط، وفيها وثائق موقعة ب 1331 هجري. نعم. بما معناه 1911. نعم. شو هلا برجع أنا لمشكلتي الأراضي. أنا لما بفوت على قضاء وعندي خلاف مع شخص، مش مع عائلة ولا مع ضيعة، وبوصل لمحل بيجي إشارة من النيابة العامة بتوقيف الأعمال فورا من كلا الطرفين. نعم. هاي إشارة أصدرها سطرها النيابة العامة، توقيف الأعمال من كلا الطرفين لحين صدور الحكم النهائي. وهي الإشارة ما بتطبق. يعني بصورة غير مباشرة، عدم تطبيق القوانين والإشارات على يد من يجب تطبيقه عم بتكبر لي المشكل أكثر وأكثر. نعم. يعني الدولة أو تقصير بعض الأجهزة هو سبب بخلافاتي وكبر خلافاتي. وأنا عم بحكي في شخص اعتدى، أنا معي وراء بعتقد هذا ملكي، برضو قبلين روح على القضاء لشوف مين، ممكن تكون لقله صحتين على قلبه ما عندي مشكلة، ولكن في تقصير. بالوقت الحاضر إن شاء الله إنه هالأشياء كلها بتنضبط، بتوقف التعديات. نعم. لأنه كفى، وصلت لوقت أشخاص ما بينعدوا وما بيطلعوا عدد صبيع اليد، مفكرين حالهم هن الدولة هن القوة هن كل شيء، عملوا اسم عاطل للمنطقة. وأنا هيدا ما بقبله. نحن عايشين زمان وزمان وزمان، عايشين سراء وضراء بالفرح وبالكره. يعني أنا بتواجد بالحسينية أكثر ما بتواجد بسالون الكنيسة، وهن بيجوا لعندي على سالون الكنيسة وأنا فرحتي ما تتصوري قدي لما بشوفهم. نحن هيك عايشين، نحن ما عنا مشكلة طائفية فوق. هؤلاء الأشخاص مفكرين حالهم أوية، لا مش أوية، مش أقوى من غيرهم، مش أقوى مني، بس أنا بحب أخذ حقي بالقانون، على وعسى إلهم حق عندي. عم يحتكموا الأسلاح، ما في بيت لبناني ما في سلاح، وما في حدا أقوى من حدا. بعمل لهم معلش رسالة صغيرة لبعض الشباب المتهورين اللي خلقوا بالحرب، وخليني أقول جيل الأحزاب اللي ما بيعرفوا الأصول، بس يطلع من بيروت تيوصل لفوق بده ساعتين، خلي يتأمل بالطبيعة على طريقه ويفكر الله قديش هو عظيم، يفكر انه جاره بالغابات مش هيك بيتعامل، يسأل بيو عن اهل الغابات. اهل الغابات ما بيتعاملوا بالسيء، اهل الغابات منا تربيح جميلة، هيدا واجب. وقفوا بالسراء والضراء مع جيرانهم وقت اللي لازم، كمان اهالي عف او اهالي ليسا خلال فترة الحرب اللبنانية كمان تعاطوا مع اهل الغابات كأخوة. نعم. بس في جيل جديد ما بيعرف، هيدا جيل الأحزاب، جيل الحرب، بس يفكر أنه أنا ما بدي أعيش إلا بسلام ومحبة معه، ما يحاول يستقوي علي بسلاحه لأنه سلاحه ما بيخوفني. أنا ما بخاف إلا من الحق، وربي وحده عنده الحق. أنا بحبه وبدي أعيش معه بسلام وأمان، بس اوعى اليوم يفكر انه هو اقوى مني، ما حدا اقوى من حدا. انا مش اقوى منه كمان، بس بدنا نعيش بمحبه وسلام، بدنا نعيش جيران، الله هيك اراد. عندي علاقاتي انا بكل المنطقه واهل الغابات ما في عدد لك، ما في نهار تعدوا. بتحدى اي انسان بكل المنطقه يقول ابن الغابات تعدى على ارض او تعدى على جاره، لا بالعكس.
وبدعي كل شخص من المنطقة، من بكره أقول أنا شيعي ومسيحي لأنه نحن عائلة واحدة بالنتيجة، بس يفكر مزبوط. عنا منطقة الله خلقها سبحان الله، طب ليه ما بدي أقعد أنا بعيش بسلام؟ ليه بدي خلي الإعلام يقول عني أهل ليسا قطع طرق وتعدي على أراضي بليسا وتعدي على أراضي بأفقى وكانوا بين. صار بس واحد يجيب سيرة ليسا أو منطقة خلص بس تقول ليسا وأفقى صارت مشكلة على الأراضي وتعدي على أرض مطرانية. المطرانية بليسا هي مالكة أرض، ما عم تتعاطى المطرانية بليسا إلا لأنه بتملك أرض. صحيح. وبأفقى مدرسة مار عبدة كمان بتملك أرض. معلش إذا برجع للإمام علي، إن لم أكن لك أخ، إن لم أكن أخاك في الدين فأنت أخايا في الخلق. معلش نرجع للأساس، نرجع للأصول ونغير هالصبغة عنا. ما عنا حدا إلا بيستاهل كل خير فوق، ونطلع بقى من هالقصة ونلتجي للدولة. صحيح. نحط حالنا بأحضان الدولة، خلي الدولة تعطينا حقنا، لأنه أنا ما بعرف وأنت ما بتعرف، بحدو القاضي بيقرر الحق لمين. صحيح. وبالوثائق دكتور روني، حتى نغير هيدي الصورة وهيدا العنوان اللي عطول بيكون سوداوي. يعني ضد ما نجيب سيرة ليسا أو يعني مناطق جرود الجبال بتروح على راسنا إنه في تعديات هنيك ومشاكل. إذا بدنا نحكي شوي عن جمال المنطقة هنيك يعني المعالم السياحية اللي موجودة حقيقة، وهيدي إذا فينا نشوف الصور كمان يعني أشياء بتوحد. هيك رمحة سريعة لأنه بطل في وقت. يعني نحن أبناء هالمنطقة حقيقة بنعتز إنه نحن من فوق، لأنه في عنا هون إحدى المغاور بمنطقة العقورة، عندنا جمال طبيعي بعده خام. نعم. يعني بعد صحيح الحضارة حلوة بس بعد ما دخلت بكل هذه، كمان إحدى الكنائس بكمال العقورة، كنيسة صخرية قد ايه عمره؟ قرون، مئات السنين. نعم. لبل يمكن لا تعود إلى ما قبل المسيح كانت. صحيح. عندنا نبع أفقى أو نهر أدونيس. نعم. التاريخي كمان وال هذا زرته معك بمختار، رحنا عليه نشوفه. نعم. يعني هالمعالم هيدي يلي قسم كبير منها حقيقة نادر، هيدي كمان بمنطقة ليسا، يعني قد ايه فيها كمان جمالية ليسا، فما مش دائما بدنا نربطها بالمشاكل. أكيد. لأنه كمان بدي أشير لشغلي إنه هالمنطقة هي حقيقة منطقة قدمت الكثير كمان بالعقورة. سيدة الحبس قدمت الكثير من الرجالات، أكان بمجال السياسي أكان بمجال الدين، من كل الطوائف. نعم. يعني في عنا أكثر من 50-60 مطران وكمان هذه جبة المنيطرة، هم إلا نحن جبة هذه بشكل نصف دائري. يعني ليك هالمنطقة جماليتها، هيدي من منطقتي من أمز. نعم. قد ايه في عنا خصائص مناخية حلوة، خصائص بيئية، في عنا محميات طبيعية، محميات جبل موسى، في عنا طيبة أهلها. بدنا نفصل نحن بين الملف، وقد ايه فيها تكون كمان مورد اقتصادي. نعم. وزراعي، وكمان المي، قد ايه في عنا ثروة مائية كتير حقيقة ضخمة، وقد ايه كمان هي نقطة استراتيجية، لأنه مثل ما قلت تاريخيا كان طريق القوافل، وحتى اليوم هي بتفصل، هي بتوصل عفوا قضاء كسروان بجبيل. نعم. بشمال ايضا وببعلبك. نعم. ف وكمان اخر كلمه بقولها كمان هيدا عن دير يانوح. نعم. البطريركي، بدنا نفصل بين طيبه ابناء المنطقه كلهم بكل مذاهبهم وتحديدا المسيحيين والشيعة، لانه نحن ابناء هذه المنطقه من مئات السنين. نعم. وفي عادات وتقاليد مشتركه، في مناسبات مشتركه، في بالزواج بنكون مع بعضنا، بالمقاتم بنكون مع بعضنا. بدنا نفصل بين نحن وبين هذا الملف يلي مثل ما قلنا نحن نتمنى انه فقط ينحصر بالقضاء، ومثل ما قال المختار اذا في بعض الاشخاص عم بيستخدموا اساليب منا يمكن شرعيه ومنا مالوفه، منا يعني انا بقول شغله اخيره، قديش مرق بالحرب اللبنانيه ضربت كف نحن عنا مناطقنا ما صارت. انا تعاطيت بملف، إذا بدي أرجع للأحزاب. نعم. وخليني أسميهم حزب الله وحركة أمل، حطيت بملف كنيسة ليسا. وقت كلفت من العماد عون طلب مني إيجاد الدلائل الحسية إنه هذه كنيسة، وإن كانت كنيسة بدها ترجع كنيسة، وإن كانت مصلى أو جامع حسب ما يدعون. نعم. فلتكن مصلى أو جامع، وهو مستعد يحط حجر الأساس. هالقد كان
يعني ما عنده تفرقة. فتت على أرشيف بكرك وجمعت معلوماتي كلها وسموها برمية معي كان. أما عم بعمل له دعاية بس عنده تعب بالمنطقة بهذا الملف. من بعد ما جمعنا ملفنا اتصلنا بقيادة حزب الله عينوا الحاج غالب أبو زينة. التقينا وقلنا نحن عنا ملف من عام كذا لعام كذا، هاي كنيسة تفضلوا. إذا في أي إثبات أو أي أسقصة ورق تثبت إنه مصلى أو جامع، نحن لا نبني كنيسة على أنقاض جامع. نحن هيك تربينا. نعم. هيدا بفرقنا عن غيرنا، نحن منعرف قيمتها. وعطيناهم الوقت الكافي، وبالفعل كلفوا لجان مختصة وحاولوا المستحيل، وإجا جواب على يد الحاج غالب أبو زينب هذه كنيسة وليس هناك أي دليل إنه كانت مصلى أو جامع. حل المشكلة. هلأ كانت بداية كتير مهمة من حزب الله كحزب إنه كلف الحاج غالب أبو زينب تبعنا الملف، ولكن لم يكتمل. مجلس الشيعي الأعلى بعد سيارة أخذوا الأغراض، كان فيها أغراض خاصة دينية أو شيء، بس الملف كان لازم يكفي، وحزب الله كان لازم يحط إيده بإيدي أكتر للوصول للحقيقة. أنا بدي حق الشيعي مثل ما بدي حقي، نفس الشيء. وحركة أمل معلش استعملوا هالشباب فوق موجودين بالمنطقة وكل شيء، بس من حقي أنا أسألهم. أنا مني عاطل وأنا مني جبان وأنا مني خايف منهم، وما ولا يمكن حقي يتاكل. وبالنهاية ما قلنا إلا الدولة والقضاء. خلينا نخضع للقانون، خلينا نرجع للقضاء ونطالب بتحسين القضاء. وهيدي الدولة زيتها يلي خربوها زعمائنا رح نرجع نحن ندفع الثمن، نحن الشعب. صحيح. من الضرائب. إن شاء الله المفاوضات اللي عم بتتم برعاية الجيش اللبناني توصل لخواتيمها السعيدة ويكون الكل راضي. إن شاء الله هيدا أملنا. شكرا كثير لكم مختار الغابات ريمو أرقفي، وكمان دكتور روني خليل رئيس لجنة التراث والممتلكات بالأبرشية بجوني. شكرا لكم مشاهدينا. بنطلع بريك وبنرجع نتابع، ورح يكون معنا الخبير الأخصائي بالشأن الانتخابي الكمال فغالي. بريك ونتابع.